السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف على برنامج جديد اسمه سينكرو. البرنامج ده عامل زي برنامج النفس وركس. فاكرين برنامج النفس وركس كنا بنعمل بيه؟ برنامج النفس وركس جزء من البيم. البيم اللي هي بيلدينج انفورميشن موديلنج، بعمل نموذج للمبنى، تمام؟ فاحنا بنعمل نموذج 3 دي، ممكن ببرنامج الريفت، ممكن بالارشكاد، ممكن بأي برنامج من البرامج دي، اي برنامج يكون بيم ده بنعمل بيه حاجة 3 دي. بعد كده بندخل على الفور دي اللي هو برنامج يديني بعد الزمن، يديني بعد الزمن. ان شاء الله هنبدأ سلسلة تعليمية مع برنامج سينكرو زي ما بدأنا مع الريفت. الحمد لله عملنا شغلات كتير جدا، ونفس ووركس والكونتك اوف والبريمافيرا، ان شاء الله مكملين مع بعض. طيب البرنامج اللي شغال على نفس ووركس هيلاقي البرنامج ده فيه بعض الادوات الاقرب للبروجكت مانجمنت. يعني بلاقي مثلا ايه اللينك تايب، بلاقي هنا هتلاقي هنا حاجات كتير خاصة بالبروجكت مانجمنت، ال WBS بتبقى بتوسع عن نفس وركس. بروجكت ستارت، هنبدأ نشوف الحاجات دي كلها مع بعض. التاسك، هما الاثنين بيأدوا نفس المهمة اللي هي بيدخل الفور دي اللي هو بيربط بين الثري دي، النموذج الثري دي، وبين برنامج يكون شغال زي البرامافيرا او ام اس بروجكت، اللي هو بيديني بعد الزمن المهام اللي عندي. كل واحد فيهم الاكتيفيتيز هتبدأ امتى وتنتهي امتى، تمام؟ طيب انا هنا مثلا عايز ادخل حاجة 3 دي، نموذج مثلا، فباجي هنا بدوس كليك يمين واقول له امبورت 3 دي، فبيقول لي دخل الملف اللي انت عايزه، فاقول له اد فايلز، وابدا اشوف الملف اللي انا هبدا اشتغل عليه، وليكن مثلا اسمه الاوفيس بيلدينج، سمول اوفيس بلوك، تمام. ده امتداد دبليو ده دبليو دي دبليو اف اكس دي دبليو اف اكس، هقول له امبورت، فيبدا يظهر النموذج معايا زي ما انتم شايفين، تمام. طيب انا عايز ابدا ادخل اللي هو الاكتيفيتيز اللي عندي. اجي هنا اقول له امبورت، واقول له مايكروسوفت بروجكت اكس ام ال، واختار ملف الاكس ام ال، واقول له اوكي نيكست. ممكن ابدا اشوف ايه اللي انا عايز اربطه بايه. التاسكس مثلا هتربطه، هتدخل امبورت ولا سكيب، مش محتاجه، فاقول له امبورت، فينش، خلاص بدأت المهام تظهر عندي. لو بصينا كده هنا هنلاقي ان هو لغاية دلوقتي ما فيهوش مشكلة، زيه زي ال نفس وركس، ادي المهام الموجودة، تمام. وده اهي الاكتيفيتيز اللي عندي. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز مثلا امبورت جلوبال اوبن لاي اوت كستمايز كولومز، واقول له مثلا انا عايز اضيف هنا مثلا، اقول لكم مثلا كومنتس عايز اضيفها، او الاكشوال ستارت، تمام. انا ضفت كده كل حاجه، ممكن لو في حاجه عايز اشيلها ابدا اشيل الحاجات اللي انا مش عايزها. تبدا تزود خلايا وتنقص خلايا زي ما انت عايز، واب داون زي ما انت عايز، تبدا ترتب الكولومز اللي عندي، تمام. ان شاء الله ده كان بس تعريف بسيط بالبرنامج. بيبقى لذيذ ان انت تبقى تعرف بدائل للبرامج، وتعرف كل واحد فيهم الميزه اللي فيها اللي ممكن تستخدمها. يعني ممكن تلاقي مثلا برنامج فيه كل المزايا وفيه ميزه ما بعملهاش، فممكن اجي اعملها هنا. ففي هنا فعلا لقينا شويه مزايا في البرنامج دوت، هنبدا نشوفها. وممكن تشغل بالاثنين، او ممكن تشغل بنفس وركس ولما تعوز حاجه معينه تيجي تاخدها من البرنامج دوت، او ممكن تشغل بالبرنامج ده على طول. يعني بيبقى ليك الاختيارات، وفي المثل بيقول من اخصب تخير. يعني ما دام عندك المرعى كتير وفي كذا مكان، يبقى ممكن تروح المكان اللي انت عايزه. ان شاء الله تابعونا. اخوكم عمر سليم.